ومجدد الحزن في العشرين من صفره ففيه ردت رؤوس الآل للحفر يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت فيها يا خذوا تربها كحلا إلى بصري ولهفتا لبنات الطهر يوم رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر سوت زينب قال رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر وتلك تصرخ واجدا وتلك تصرخ ويتمى الصغر ولو تروا أم كلثوم مناشدة والها وتلثم ترب الطيف كالعطر يا نافن الراس عند الجثة احتفظوا بالله لا تنثروا تربا على قمري لا تنزعوا أسهما في جسمه نشبت خوفا يفور دما دم يطفو على البشر لا تدفن الرأس إلا عند مرقده فإنه روضة الفردوس والزهري زين العباد اللي
اليوم طب الغاضرية ومستعد للناح يا ابن الحنفية وصل قبور أهل علي والقلب محموس يحفر حفاير ويل قلبي ويدفن الروس وبس ما دفن راس الولي صاحب الناموس لسان حال الراس فصل للقضية وقد افترق عن بدنه فصل عن بدنه 40 يوم صاح الجسد بالراس معظمها فجيعة سافرت وانا بكربلة جفوفي قطيعة عتبي على ولادي علي واخت الوديعة شلون عني سافر وانا رمية قال لي ضربني بالعصا الفاجر ابن زياد والشهر تفوق الرمح كل يوم ببلاد عيني تباري عينتي وتبرى السجاد ومن كربلاء للشام تدري اش صار بي شال العصا يزيد الخنا وبيها ضربني وباب داره بالشمس تالي صلبني وذيك الوديعة ظلت هكمها وشتمني قل لي وقل لك بالجراب ورد علي قل لي 3 أيام مرمي في لظى القاع والأعوجية تدوسني وترض الأضلاع وما المصيبة اللي ذكرها يصم الأسماع عاري سليب بلا ستر فوق الوطية وبعد 3 أيام واراني السجاد جانب شيله وجانب يخر فوق الأوهاد وباي لفني وحطني بقبري وعاد ومن شيلته عني بعد ما عاد لي عنه تزفر ابو محمد والدمع ساح جمر في وجنته وفوق القبر طاح يبكي وينادي يا بدر سعد الوضاح جينا نزورك يا غريب الغاضري ولكن الأمر لله. يقول عطية خرجت مع جابر لزيارة الحسين فلما وصل من إلى الفرات اغتسل فيه ثم قال لي عندك شيء من الطيب؟ قلت له عندي سعد فناولته إياه فنثره على رأسه وبدنه ثم قال هلم بنا إلى القابر أخذنا نمشي فقال لي أقصر من خطاك يا عطية يعني مشي شوي شوي واعلم أننا نمشي على أجنحة الملائكة واعلم أن لك بكل خطوة 100,000 حسنة
وتمحى عنك 100,000 سيئة وترفع لك 100,000 درجة. من وين جايب هالكلام؟ جابه جايبنا من كلام النبي، يقول حتى وصلنا إلى القبور انحنى جابر على قبر الحسين، شم تراب القبر ونادى آه، ويا جابر ويا جابر، نادى ثلاثا حسين حسين حسين، حبيب لا يجيب حبيب، أنى لك والجواب وقد شحطت أوداجك على أثباجك، وقد فرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن خير النبي وابن سيد المتقين وابن فاطمة الزهراء وخامس أصحاب العباء، وكيف لا تكون كذلك وقد غدتك كف سيد المرسلين، وربيت في حجور المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطنت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك، أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا عليه السلام. يقول عطية: ثم نهض جابر ونظر ببصره إلى القبور وقال: السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برحله، أشهد لقد شاركناكم فيما أنتم عليه. قلت له: جابر، كيف تقول شاركناهم ونحن لم نصعد جبلا ولم نهبط واديا والقوم فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأيتمت أطفالهم ورملت نساؤهم؟ شنو الجواب؟ أنا جواب جابر إلي وإلك ويا جابر إحنا. قال: لصدق حديث رسول الله، من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوما أشرك في عملهم، وإن نيتي وإحنا وياك يا جابر ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. هذا والعائلة لما خرجت من الشام، وإذا بزينب تنادي: ابن أخي، أخرجنا من الشام؟ قال: بلى عمه. قالت: إذا قل للحادي أن يعرج بنا على قبور الأحب، خلي يعرج على كربلاء، نريد نزور أخونا الحسين. قالت: قولوا لحادينا يمر الغضرية، سلم على الوالي عزيه، قولوا لحادينا يمر بينا على حسين، نبغي نزور حسين ونشوف اندفن وين، والله لروي قبر اخويا بدمعة العين، يا ليت فوق القبور تحضرني المنية، صاح العليل مدمعا بالخد مذروب، اصنع معانا اليوم يا نعمة وخواتي أرض لطفور، ألا فلعصي لك أمور يا ابن الشفية.
وإذا بالقافلة تتجه إلى جهة كربلاء مع حنين الأيتام وحنين النساء. شايف إذا وصلت إلى كربلاء أنت رايح الزور، شلون قلبك إذا قرب إلى كربلاء يشوق يوصل، تقول أريد أوصل إلى أبو علي. تخوص صور حال قلب زينب في تلك اللحظات لما وصلوا إلى كربلاء. نزل زين العابدين من على ظهر ناقته وأخذ يتمشى. قالت ابن أخي أتعبت من الناقة؟ قال لا يا عم، وإنما وصلنا إلى كربلاء وأحببت أن أمشي على تراب هذه الأرض. قالت ما لي لا أرى قبر الحسين؟ قال ارفعي طرفك يا عم، أتنظرين إلى ذلك السواد المجتمع حوله حول القبور؟ قالت بلى. قال هذا قبر الحسين. نادت قبر الشهيد ابن عمري بانت لنا الوار، قبر عسى إلى كربلاء. وإذا بجابر ينظر إلى الإمام قد أقبل، فتح باعه وقال إلي إلي ولدي علي. ضم الإمام إلى صدره وقال له ولدي علي، أين أبوك الحسين؟ أين عمك العباس؟ أين أخوك علي؟ قال بدور تم فلا غابوا ولا أفلوا، لكنهم في محاني كربلاء نزلوا وأوحشوني جميعا بعدما قتلوا. بالأمس كانوا معي واليوم نادوا من القلب محموس، بازايلك يا شمس الشموس عن أهل الشرف ويا الناموس. يقولون دفنوهم بلا رموس. شنو جواب الإمام؟ جاوب جابر، قال دار دار كاس الموت فيهم واختلت ذيك الخيام، راح جاسم راح لك برا يا للعلم. شان تسألني يا جابر بالفضل راعي الزاد، حمل بالأعدى ورجفه وهو مقطوع الزنوب. يوم أراد الله بقتله افضخه وراسه بعمود. قال ولدي علي، أصحيح أنكم عرستم شبابا في كربلاء؟ قال بلى يا عم. قال صدق عرستوا يا ولدي بكربلاء لكم شباب؟ قال عرسنا شباب يوم تزويج مصاب، ومن دمنا احرى اخضر، ما حد عرس يا
جابر مثل عرس ابن الحسن في صباح العرس ابويا حسين بزفاف امتحن لبس الجاسم يا جابر يوم تزويجه شفه وحسين قال له ولدي وش صار على شبيه النبي الاكبر ايش صار عليه قال له يا جابر ما اقدر اوصف ايش صار عليه يقول له قطعوه بالسيوف بس الا عن شبيه المصطفى قال يا جابر مصاب ذاك ما اقدر اوصفه صاحبه يا حسين من بعده على الدنيا العفا قال له اذا كلهم راحوا قال له كلهم راحوا قال له اذا من الذي قدم جواد الحسين ما حد قدم جواده كربلا وشال العلم من عقب أهل المروة والشجاعة والشيم قدمت زينب جواده مع أطفاله والحرم الإمام يكلم جابر وإذا بالصوت جابر تنحى عن القبر فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه قال الإمام جابر إن عمتي وأخواتي يريدون زيارة الحسين تعال جابر عن القبر وإذا بزينب والنساء شلون نزلت يقول ملا عطية خرت من على الناقة وتبعتها خوات حسين تتعثر وهي تنادي اخوي حسين قبرك وين جيتك باليتامى قعدت تلقانا يا نور العين جت زينب وقعدت على القبر ومن حولها النساء والايتام حلق على قبر الحسين شو تقله قله جيتك وجبت الراس ويا ابن السبي وكانت بسلوار وهسه يا خوي صار منواي اشكي لك احوالي بممشاي عندي شكاوي يا ابا عبد الله وهذه الأيتام على قبرك تبكي فانظر إليها الصيح يلب اللحد مدفون اقعد وشوف أحوالنا شلون ضرب الاسياط الثرب المتون واسمع يتاماك ينوحون بقلوب حرة ودمع محزون كأنما الصوت من داخل القبر وخي زينب يا زينب قبل ما تحجين لي قصة الآلام عندي بني ما أسمع بواجيها مع الأيتام رقي وياج يا زينب لو ماتت براغ الشام وين مدللت قلبي لشوفتها القلب لهفا وإذا بزينب شلون جوابها تقول لي ترى رقية ماتت وخليناها غريبة في الشام قل لي يا أخوي حسين سامحني رقية ترى رقية ما جبناها بنتك يا عديل الروح
خبر الحسين لاح قبر حسين لها وانشعب منها القلب صرخت وخرت على قبره ومدامعها تصاب صيح دقعد شوف ما تنشحل عليه من الضروب وانظر السجاد من بعدك اش صارت حالته قل لو حالنا يا حسين حالك شر على ذيك الازل هاي متعوق جملها وذيك طاحلها طفل وذيك شال الضعن عنها وتركض بتالي الزمن والضرب من غير فاصل والقلوب مفتتة لو ردت يا حسين افصل لك مصايب هالسفر يوم ما اقدر افصل يا خليصي ولا شهر ذاب قلبي من السرى وانعمت عيني من النبتهار ويلي هضمن ابن زياد يا ابن امي وشهرني بكوفته قل لاخويا كم سوق دخلتها وكم مدينه وكم بلد جيت بيتامك على قبري ولا لي جلد تردري بركوب الجمل ينحل يا خويا للجسد وانا ابو فاضل كفيل يوصلوني الحفرة واذا بالامام ينادي عم زينب نحي النساء عن القاب اخذ النسوان ماذا تريد ان تصنع قال اريد ان الحق الرأس بالجسد ما يتحملون افتح قبر الحسين وكل ما رفعت زينب واحدة عن القبر جت الثانية ورمت بنفسها إلى أن تنحت النساء وحفر الإمام من مايل الرأس ودفن الرأس عند الجسد خلاه وإذا بالصوت ولدي علي ولدي علي التفت الإمام وإذا واحدة واقفة وراه نعم يا ربا قالت ولدي طلع الطفل من القبر صاحت قالت يا سجاد أطلبنك رضيع من القبر طلع قبل نمشي يا ابو محمد خليني ابا ودعا قلبه من العطش ذايب بقعد ساعة ضربة يقلها شلون بترضعيه والأوداج متقطعة قالت هالقبر فتحوه بشيل السهم من نحرة سكنة جذبت الونة يا ويلي وصاحت بحسرة يا يم حسين ما يرضى نشيل الطفل من صدره إلا يا عبد الله المهد خالي وادعي عبد الله من خارج القبر يا عبد الله المهد خالي وشبد عليك من فترة شذنبك بالسهم مفطوم من الماء مشربت قطرة تاليها مع المظلوم ومدد على صدره ولدي لا ترفس برجلينك ابوك اعضاه متكسره واذا بزينب قالت يا نساء هلموا الى قبر العباس نحتاج الى واحد يكفلنا في رجوعنا الى المدينه ومات على أخوها أبو فاضل تنادي اقعد يا من قطعة وعلى جودة عيالي ما ظن يا أخويا الشام ترضى نشوف وادي يكرام
اخذكم الغيرة علي بقعيد يا شيال العلم راسي من الهضم شاب ماني الوديعة من ابوكم داحي الباب لو شوف خويا شلون جسمي بعدكم ذاب تدرون انا ما اقدر على ركوب المطيه الا وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العون وراس حسين سمحولي تراه مكسر يا راجعين السبايا قاصدين إلى أرض المدينة